كابتن، عايزين نروح للزمالك. الزمالك عنده ماتش مهم جدا طبعا. الزمالك يعني سافر انجولا في رحله شاقه، عايز اقول لكم تقريبا 8 ساعات، لكن طياره خاصه وما كانش فيها ترانزيت ولا حاجه، لكن اللعيبه وصلت مجهده، لكن الجو جميل جدا هناك، الاجواء ممطره دلوقتي في انجولا. والزمالك يعني عايزين نراجع كده الترتيب المجموعه. طبعا الزمالك متصدر مجموعته. راي حضرتك يعني الزمالك، انت قاري الموقف في الزمالك ازاي؟ والله يا اخي يعني انا طبعا يعني انا مش يعني مش هنتكلم كلام مجامله ولا حاجه، لكن كان انت الواحد يهمنا ان فرقه زي فريق الزمالك تبقى يعني واقفه على حيلها، لانها في الاول وفي الاخر بنتكلم في صالح الكره المصريه. يعني زي ما احنا النهارده بنتكلم ان فلان وفلان دول يعني يصلحوا للمنتخب، اكيد احنا بنتكلم على يعني الدوري العام ده حاجه هايله جدا 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 بالنسبه لمنتخبنا. هو ده المنبع الرئيسي والاساسي بالنسبه له، وطبعا دخل كمان معاه في البطوله الافريقيه، وخصوصا الاهلي والزمالك والفرق اللي هي مشتركه في البطولات ديت، اكيد ان الكلام ده بيفرق كتير جدا جدا معاه. يعني انا مش هقول كده، انا ما هو لو انا قلت كده برضه انت لسه قايل الكلام دوت هيبقى فيها مجامله وكده. لا مش مجامله ولا حاجه، انا كنت متعاطف جدا في الفتره اللي فاتت دي مع نادي الزمالك بشكل كبير جدا. وانا مش متعصب، يعني انا مش متعصب ولا ما بقتش متعصب؟ لا. ولا انت طول عمرك مش متعصب؟ لا طول عمري مش متعصب. وحتى لما الواحد كبر دلوقتي بقى الامور عنده يعني فيها موضوعيه يعني وكده، يعني الحمد لله. هل 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 ربنا يديك الصحه طبعا، هل بيجي لك وقت مثلا بتقول يا ريتني ما حرقتش اعصابي بالشكل ده؟ اه طبعا، يعني اكيد اكيد في يعني التدريب ولا في لا هو اللعب سهل. اللعب سهل جدا، انا بلعب وبروح بيتنا وخلاص، انا ما بنادي وكسبنا خسرنا احنا خلاص بنروح بيت. بتزعل شويه وبتاع مش عارف، لكن وانت بتدرب انت بتشيل هم كل حاجه، بتشيل هم الكبيره قد والصغيره في كل حاجه في الفرقه كور. اللعيب بيخلص الماتش ويروح، ممكن يبقى زعلان وممكن يعني يبقى حزنان شويه على حاجات معينه، لكن في الاول وفي الاخر غير المدرب طيب. شغله يعني صحيح. فيها يعني ضغط صعب شويه وفيها صحيح. ضغط كبير، يعني بنفكر بتشيل كل حاجه، بنفكر يعني. الساده المشاهدين ب ب ب بمجموعه الزمالك وترتيب الزمالك. الزمالك يعني ماشي كويس في بطوله الكونفدراليه، وهي بطوله الزمالك لو ركز فيها في المتناول الزمالك يقدر ان هو يفوز بالبطوله دي، حتى في اسوأ الظروف يقدر يفوز بيها. الزمالك في الصداره، ابو سليم في المركز الثاني 6 نقاط، ابو سليم الليبي طبعا. سجرادا بكره بالنسبه له مباراه حياه او موت، والماتش طبعا بتاع ماتش الذهاب ما كانش ماتش سهل على الزمالك. اخيرا سوار طبعا في الغيني في المركز الاخير 0 من نقاط. ايه اللي لازم يعمله معتمد جمال يا كابتن؟ يعني طبعا اكيد حضرتك تابعت الاول ماتش المصري واول مباراه كابتن معتمد يتغلب فيها، والحقيقه اتعرض لانتقادات كبيره جدا بعد المباراه. دي مشكلتنا. يعني هو انا هفضل اكسب على طول وممكن اجيلي في وقت يعني عدم توفيق، لكن هي المشكله كلها يعني برضو اهلي وزمالك، اهلي وزمالك صعبين، المكسب والخساره عندهم يعني ما فيش غنى عن المكسب. اول ما يحصل خساره بتلاقي حاجات كتيره جدا 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 تظهر، وده امر طبعا يعني هي دي ضريبه اللي بيمسك اي فرقه من الفرقتين دول. يعني ده امر. طب كابتن معتمد انت شايف يعمل ايه بكره؟ يعني هو معتمد ماشي كويس قوي، وانا اقول لك حاجه صراحه، ومعاه فرقه كويسه، معاه فرقه كويسه قوي، وانا بقول لك يعني هو هيطلع ان شاء الله الاول هنا، ولازم يعني يبقى يعني حاسس ان هو لازم ياخد البطوله دي.